كذلك بعد حضرات الشهود إذن عندنا واحد اللحظة ديال الكشف عن المتبشرات كيف تشوفوا أن الشرطي غيوضع مجموعة من المتبشرات في مكان ما فالدور ديال الكلب المدرب هو الكشف كما قلنا في الأدوار ديال الكلب المدرب هي الكشف مثلا هو الشر كيتمشاو بها والتدريب ديالو مستمر على النوع من الروائح أو المواد فهو غيكشف لنا المكان ديالو إذا نصفقوا على الكلب دوني برافو دوني تمتلك قوة شم حادة تمكنها من التمييز بين الروائح إذا لاحظتوا الآن كيفاش القاعة كبيرة الكلب المدرب دوني أسبوع دوني لقاء المتبشرات موضوعة تحت السيارة كركر راه غيتقلق عندنا دوني خاصنا نسقسوا عليه بحرارة إذا تشجعات الكلب كيدو بجديد كلب ثالث كلب مدرب ثالث هذه وكيف أن الكلب مدرب كما قلنا في السابق فهو منضبط وكيسمع التعليمات ديال المدرب ديالو شرط المدرب ديالو وبالمناسبة فالمدرب مشكور على جميع المجهودات اللي قاموا بها في الحفلة باش نوصلوا لهاد النتيجة المقبولة إذا الآن كيدو كيركز مع المدرب ديالو شوفوا شوفوا تبارك الله شوفوا سبحان الله سبحان الخالق شوفوا قوة التركيز اللي كيركز مع المدرب ديالو ما عندو حتى شي حاجة أخرى من غير المهمة المعروضة به في هذا الأثناء التواصل اللي كتشاهدوا لي أمل الأمر الوطني فمرحبا بكم في النسخة الرابعة من الأبواب المفتوحة في مدينة فاس Thank you.
سخون الحرارة. الآن الكلب مدرب ريكي كيدو. عفوا كيدو لذلك يجب أن يجب أن تشتم نبس أشكو أنسي ما بكم السورنية أخليك واحد دقيقة واحد دقيقة أرصفوا على المرأة المغربية أدخلت الحمد لله جميع الميادين ولعطاتها كثير على الرجل جميع الميادين وكنشكروها وكنشكر المكونة مع الكلب المدرب الأمريكي والآن اللي غتقوم بالكشف عن الأوراق المهربة. الأوراق البنكية النقدية المهربة تم الوعد ديالها في السيارة والآن غنبتديها. شوف فاطمة التدريب نساء ورجال خفاف لكي تسهر على الامن ديال هذا البلد تحت قياده رشيده لصاحب الجلاله محمد السادس نصره الله قيادة. فالحمد لله بفضل هذه النساء والرجال البلد ديالنا يعني مؤمن. اذا نصفقوا من جديد على ريكي ونصفقوا على الشرطيه المكونه. إذن تبريد الأموال فهو عبارة عن غنحاولوا نوضعوا مخدر الشراء غيعطونا واحد مع ديال المتطوعين مع ديال المتطوعين خذوا من كل شيء عباد واحد من جوج ياك واحد وعطيني الله يعطيك الله ديالك من الجسيم ثاني من الإناث ومن الذكور دير معنا الطفل من جمعية مرآت لاباس عليك لاباس عليك بخير عجبك هادشي مزيان كيجيك هادشي زوين غندير واحد التمرين ديال الخاص ياك
واحد صفر مع الوليدات، تسكر مع الوليدات وغنشوفوا دوك الكلاب المدربه واش غتقدر فعلا، واش فعلا واش هادشي شفتي ولا هادشي حقيقه؟ فهي لا شك انها حقيقه، فهي حقيقه. شكرا لك ولدي لاباس. شنو سميتي؟ على بركة الله نبداو التمرين ديالنا. نوريو البرودوي، هو عبارة عن مخدر الشراء. غيتم الوضع ديالو الآن على مستوى إحدى المحافظ محمد بغاز. نحاول نأكل أكل المدرب عزيز الكشف عن هذه المادة الخطيرة اللي كتهلك الصحة ديال الأطفال ديالنا والأبناء ديالنا. لأن العملية سريعة الآن. كان هذا هو إذا شكرا للأطفال تابعي الجمعية ديال البنات، نشكرهم على المشاركة ديالهم الفعالة في هذا الحدث الكبير. إذا سيدتي وسادتي كما فكل الموظفين تابعين ديالنا من الوطن المجردين وصاحب الجلالة الملك محمد السادس نسأل الله من أجل حماية هذا الوطن. إذا اتفقت على رادلر الكلب المدرب رادلر الهجوم الآن عنده مهمة ديال الهجوم والتعاون الانضباط كذلك، فهو يتبع التعليمات ديال المعطر ديالو.
لانه ممكن بطع الاضافات ديال الكلب المدرب ورغم الاستفزازات ديال المجرم فهو يتبع دائما التعليمات ديال المدرب ديالو وعلاش هادشي كامل باش يؤدي المهمه ديالو على احسن وجه اذا تشفقات على رد فبالتالي كلاب المدربة فهي لتدخل والدور ديال الرئيسي فهي تدخل للمفتاح المجرمين وإنقاذ الرهائن وللحماية وكذلك استقرار الشرف وكذلك فهي كلاب رياضية قوية وأداة الذكاء شكرا لك ريدلر برافو صفقة حارة على ريدلر سكر فاس ولا بس سمعتوا واش نتوما لاباس نعطيكم الصحة بيرو كلب بيرو زين انت الراعي الالماني كذلك نفس المهمة ديال الزوم دائما في اطار منظمة المنطقة والانضباط دائما ما كيتأثرش كيما كتشوفو ما كيتأثرش كيما كتشوفو كيتسلط واخا نسيب جنازة ديال المدير فهو ما غادي حتى شي حاجة إلا بالإيديال ديالو سمعتو تعليقات باش يرجع هو يرجع إذا قسم التعليمات ديال المدرب ديالو كيرجع وما كيمكنوش هما وكيتسنكو درنا في الكوموندو ديال المراقبة فقط وتتبعه بيرو لا تسعى بيرو برافو بيرو وسائل كنت تلعب الى المدنين في حماية هذا المقاصد اجل المراقبة الوقتية المجرمين باش ما يعملوش
دائما تيرو في ترقب التعليمات ديال المدرب ديالو. إذا الآن نبقى في قفز على الحواجز. إذا دائما في تقطع وانضباط فالمدرب كيعطي التعليمات للكلب المدرب باش يقفز على الحواجز. وحتى حاجة خارجية ما تطفي. وده رغم الاستفزاز قال له كمل هادشي كمل هادشي برافو فيرو نشكر شكرا لجميع الطاقم ديال الخياله. اذا كما كتشوفوا بان جميع المجهودات فهي لصالح ومن اجل المواطن الكريم. إذا تصفقوا من جديد على المرأة المغربية. تصفقة حرة الله يرضي عليكم، تصفقة حرة. واش تسخريتي مع العيالات؟ واش تسخريتي ما سمعت والو العيالات؟ تسخريت ديال الوالدين ديالنا، ديال الأمهات ديالنا. إذا الهجوم الآن عملية هجوم مركب مدرب ولكن بالكم ديالو. كيتسنى الامر ديال المدرب ديالو كلب نيرو يهجم الان المباراه الرئيسيه في المجال الاول هو السيطره على المجرم في يد الشرطه. اذا تصفقت على دارو كذلك تصفقت على المكونه عديد. اذا كيطلبوا الاعاده. الله يخليك عبير كيطلبوا الاعاده ولكن ما غنديروش الاعاده. تسمعوا شي تغريده شي بركه تغرت انا الميكرو فين هي؟ لا ما غنبداوش لا الناس الله يعطيكم الصحة. إذا نعاودوا
واش بغيتوا لي العالم الجديد؟ واحد دقيقة، وعطيونا شي تبغي تطوعي في الليل. ليه؟ الكلب الان القوة الجسدية الرياضية عملية القباض على مشابه إزاش أبني الجوان جميع الحواجز حسن جريمة كلاب بوليسية في متميز بالقدرة عالية عالية كتمكنها من يعني تجاوز جميع العتبات والحواجز اللي كتلقاها بشكل عام. إذا تصفقت على البال هذا كيتميز بالقدرة البدنية ديالو ويصوب بال صفقات على بال فهو يستعمل إجرام المجرمين الخطرين يمشوا ثمن وسلامات البلد الأمين فعند استسلام المجرم شجو بيل صفقات على بيل برافو بيل نريد الصور واش عندكم هادشي إذا غنزيدو بال غنزيدو نقصو شوية وغنزيدو شوية حاجز آخر لان جاي مستمر في العناد ديالو وما بغاش يتسلم فهو كان كيظن انه غيهرب وما يشدوش الكنز المدرب حتى بسيارتين او اكثر فالكلب المدرب وراءه بمرصاد
من جديد صفقه نبيل. يعني بالذكاء ديالهم القوه الجسديه ديالهم القوه البدنيه بل غيتحدى جميع الهواجس. برافو بيل، برافو صفيقة على بيل، هو ما ينطقش المجرم إلى حين اكتمال المهمة ديالو واغتيال ديالو أمام الشرطة. ما شاء الله ما شاء الله. تبان دائما كيسمع تعليمات إطار الطعام. فهو كيكف على جوج ديال الوجهات اللي خاص بها ديالو والاخلاق مع المجرم وكذلك استماع المدرب ديالو. تحية كبيرة عندنا الشباك والمطار والمكون كبيرة الكلاب المدربة وكافة الطاقم نساء ورجالا. إذا صفوا على المكونين التابعين للمدير العام للأمن الوطني ولكي يشعروا على أمن وسلامة هذا الوطن الحبيب. إذن صفقة حرة، صفقة حرة على المجهودات التي يقوم بها المدربين الشرطيين خاصة بالكلاب المدربة نساء ورجالا. تحية المرأة المغربية مع المنبر، الأمهات ديالنا، الأخوات ديالنا، العائلة ديالنا، كذلك تحية للكلاب المدربة. الدورة الشرفية اللي بغا ياخذ تصويرات تحية سكر فاس، تحية جمعية المجتمع المدني، مؤسسة التعليمية، جمعية مرآة للأطفال المتوحدين، تبارك الله عليكم. جمعية مرآة، تبارك الله عليكم وليدات، الله يعطيكم الصحة وشرفتونا بالحضور ديالكم. تحية خاصة للمؤسسة التعليمية، الحمد لله شرفونا وجاوب بكثرة. بصراحة احنا افتخروا بحضور الكبير لسكر فاس من الأرقام القياسية في هذه النسخة الرابعة أيام الأبواب المفتوحة التي تنظم بها التواصل الدائم مع المواطنين. وهي فرصة للتواصل والتعرف على المهام الشرطية أو المهام التي تتطلب المديرية العامة للوطنية في أمن وحماية هذا البلد. إذا لقاءاتنا دائما مستمرة إلى غاية يوم الأحد من أيام الأبواب المفتوحة التي تنظمها المديرية العامة للأمن الوطني. كذلك هناك عروض على مستوى الحلبات
سواء إلى المدربة أو الخيلة وكذلك كوكبة الدراجيين والفرقة الرياضية والفرقة الموسيقية وفرقة حملة السلاح التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني. فابتداء من الساعة 6 بعد الزوال ستلتقون مع هذه العروض إلى غاية 11 ليلا. Thank you.